اول حاجه هنفطر الفراخ اللي بتبيض، وهقول لكم عن نوع علف تجيبوه بيزود انتاج البيض رهيب جدا. وتاني حاجه هنعملوها هنشوف الكتاكيت بتاعتنا عاملين ايه، وهننزل لهم مضاد كوكسيديا. كل يوم الصبح بجيب للطيور برسيم، البرسيم حلو جدا جدا للطيور، بيزود انتاج البيض وفيه املاح معدنيه ومليان بالكالسيوم، وكمان موفر شويه من غلاء العلف. بجيب برسيم بقصقصه بالمقص صغيره ويوميا بديله الطيور، حتى تلاحظوا في الارضيه في برسيم بكل ما اكله. الجمح ده ممتاز جدا 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 للطيور، بيزود انتاج البيض رهيب جدا، والجمح فيه فيتامينات وكالسيوم رهيب. وكمان لو عندك طيور لسه ما بيضتش اخرت في انتاج البيض، كل يوم يومين يديلهم جمح، هيبيضوا قبل ميعادهم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انا دلوقتي اديت الجمح للطيور، الطيور طبعا عندي بيحبوا الجمح خالص، عشان انا يوميا بدي الجمح للطيور ماخدين عليه، ودي الفاكهه بتاعت الطيور، الطيور كلها بتحب حاجه اسمها جمح. وكمان الجمح بيخلي صفار البيض اصفر داكن جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. فضل وليس امرا، يا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايكات كتير، عشان ان شاء الله باذن الله القناه تكبر بيكم انتوا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. النهارده عمر الكتاكيت ده بالظبط 10 ايام، انا جايباهم يوم الجمعه والنهارده الحد، يبقى لهم بالظبط 10 ايام. النهارده هنزلهم مضاد كوكسيديا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الكتكوت حلو جدا ونشيط وحيوي. اول حاجه احنا استخدمنا ادويه بسيطه جدا مش مكلفه بالمره خالص، حصلنا بيها الطيور. تعالوا اقول لكم الادويه اللي جبناها من عمر يوم واحد لغايه ما وصل 10 ايام. اول حاجه استخدمنا لهم محلول معالجه الجفاف، ده اول يوم. وبعد كده خدنا 3 ايام مضاد حيوي وفيتامين ا د 3 ه، وبعد كده هاسليميان واملاح معدنيه 3 ايام. وبعد كده نزلنا مضاد كوكسيديا، انا امبارح استخدمت مضاد كوكسيديا والنهارده برضه هستخدم مضاد كوكسيديا، عشان ان عندك بتاع 4-5 فرخات بيسهلوا. انا امبارح لاحظت في 4-5 فرخات عاملين بيسهلوا اسهال، رحت نزلت مضاد كوكسيديا عشان يوقف اي نوع اسهال. بص يا حبايب قلبي، التحصينات اللي قلت لكم عليها من 250 كتكوت مش اكتر من كده، يبقى عندك 250 كتكوت او اقل تمشي بالتحصينات دي. بعد كده هنمشي بوصفات طبيعيه نقوي بيها الجهاز المناعي ونفتح بيها شهيه الطيور. لو جبت اكتر من 250 كتكوت، لو جبت عدد اكتر من كده، يبقى في ادويه تانية هنضيفوها، وكمان في حجر هنجيبوها نحجن بيها لو اكتر من 250 كتكوت. هنا قلت لكم التحصينات دي اللي قلت عليها اول الفيديو 250 كتكوت، لو اكتر من كده لا في ادويه تاني، وفي وكمان في تحصينات غرديه. يلا بقى هندي للكتاكيت مضاد كوكسيديا. اهو يا جماعه مضاد كوكسيديا اللي جبته من صيدليه البيطري، الكيس ده جايباه ب 45 جنيه مضاد كوكسيديا، مدولي في الكيس ده، بس بصراحه ممتاز جدا، بيوقف اي نوع اسهال بصراحه. يعني السقايات دي انا غسلها كويس جدا، وكل سقايه فيها لتر ميه. اهو مضاد الكوكسيديا، اخد معلقه على لتر ميه، ومعلقه تانية على السقايه التانية برضو لتر ميه، واقلبهم كويس. هو لونه اصفر الدواء. قلبتهم كويس، دلوقتي هديهم الكتاكيت. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، انا اديت الدواء للفراخ وبتشرب منه. بص يا حبايب قلبي، منضفه على اللفات بتاعت الاكل. بص نضيفها ازاي، اهم حاجه لازم تنضفيها قبل ما تحطي اكل ليهم لاي حاجه. هم اصلا جعانين خالص، دلوقتي هحط لهم ياكلوا ونرجع تاني نتكلم مع بعض. خليكم معايا دقيقة واحدة.
انا حاطه لهم 5 علافات اكل، ادي واحد وادي الثاني وادي الثالث وادي الرابع وادي الخامس. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هما جعانين خالص. احنا النهارده نزلنا مضاد كوكسيديا، وبعد كده هنستخدم ميه عاديه خالص من الحنفيه، ما نحطوش اي ادويه. بعد كده هننزل طبعا وصفات تحويل الاوزان، وهننزل بقى حاجات نقوي بيها جهاز المناعه، وهنمشي بقى معاهم بايه، بالاعشاب الطبيعيه والحاجات الطبيعيه. ولو عجبكم الفيديو بتاعي اعملوا لايك واشتركوا في القناه عشان تشجعوا كل يوم انزل لكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.